السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأربعاء الموافق 26/9/1438، الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا. سيبدأ الآن إن شاء الله انطلاق رحلتي من مقصورة الجنون التاريخية والأثرية بمدينة حائل، وتحديدا في عقدة. هذه طبعا لأمامي، هذه هي مقصورة الجنون الأثرية والتاريخية. عمر هذه المقصورة ما يقارب 270 عام تقريبا. طبعا المقصورة هذه رممت أكثر من 3 مرات زي ما تشاهدون. مقصورة طبعا لها أوقات محددة لزيارتها والدخول إليها. طبعا الأجواء اليوم ما شاء الله تبارك الله جميلة، وتساعد على المشي حتى الوصول إلى قمة جبل السمرة بإذن الله. والآن بنطلق بإذن الله، ودعونا فرحلتي إن شاء الله ستكون سيرا على الأقدام من هذه المقصورة الجميلة والتاريخية حتى الوصول إلى قمة جبل السمرة. المسافة تقريبا 13 كيلومتر. هذه مقصورة الجنون بالكامل، وهذه أحد السيارات الأثرية والتاريخية، فورد موديل قديم. طبعا هذه جبال عقدة، وهذه جزء من مزارع عقدة والنخيل والأشجار. طبعا عقدة مليئة بالمنتزهات الجميلة والأراضي الجميلة والأراضي الزراعية ومناظر خلابة وأجواء جميلة. من أجمل الأماكن في مدينة حائل قرية عقدة، هذه قرية تاريخية جميلة. طبعا قرية عقدة ما لها إلا مدخل ومخرج واحد، يعني تدخل مع نفس المدخل والخروج من عنده نفسه، ما فيه مخرج آخر. رغم أني صايم لكن إن شاء الله بتحمل العطش، يعني الحمد لله تعودت على الرحلات والصبر عن الماء والحمد لله. فرغم أنه شهر رمضان ومشقة وحر وظهر، ولكن الحمد لله وبتوفيق الله رايح تسير الرحلة بأفضل شيء إن شاء الله. أبوريكم الآن المدخل الوحيد للعقدة سابقا، قبل أن يحدث هذا الطريق الجميل، فكان الطريق من هنا من وسط الجبل هذا. هذه السيارات قديمة من تنفيذ وتصميم المبدع إبراهيم النمر، وضعها فوق هذا الجبل كمنظر. وصلنا الآن إلى مدخل عقدة الوحيد سابقا، هذا هو. شوفوا، كان السيارات وكان الناس يدخلون من هنا إلى عقدة. طبعا زي ما تشوفون الطريق ضيق، لكن السيارة باستطاعت أن تمر. شوفوا آثار مرور السيارات من هنا. طبعا نصور من الجهة الأخرى. هذا هنا أحد الجبال الجميلة في عقدة. طبعا هنا سيحدث مطعم جميل. طبعا هنا منتزهات هنا، وسيحدث هنا إن شاء الله عن قريب مطعم من أفخم المطاعم في عقدة. طبعا هنا إن شاء الله سوف يكون مقر افتتاح المطعم في هذه الطبيعة الجميلة. طبعا الجبال منظرها جميل هنا. هذه بعض المنازل والمنتزهات في عقدة. طبعا هنا يوجد منحلة الجنون. هنا إنشاء أحد المنتزهات الجديدة، وهنا استراحات. الآن إن شاء الله الوصول إلى منتزه الريع. طبعا بعد منتزه الريع إن شاء الله نصل إلى دوار عقدة للوصول. الآن والله الحمد وصلت إلى منتزه الريع، هذا المنتزه الجميل. طبعا منتزه الريع تحت قمة هذا.
منتزه الريع من طبعا المنتزهات المميزة والجميلة. هنا هذه البوابة دخول النساء، وهنا بوابة دخول الرجال. طبعا هنا سيارات جميلة للعرض. الآن قطعت والله الحمد من مقصورة الجنون إلى المكان هذا ما يقارب 2.5 كيلو، باقي نص كيلو نصل إلى دوار عقدة، ثم الاتجاه إلى زي ما تشوفون الآن هذا مدخل عقدة، وقريب الآن من مغادرة عقدة، والاتجاه إلى حايل زي ما تشوفون أمامي الآن. الآن وصلت إلى دوار عقدة، هذا هو أمامي، هذا هو دوار عقدة، وهذا اللي أمامي جبل السمرة اللي باصل هذا الدوار، وهذه عقدة، وهذا رناه والله الحمد، وقطعت 3 كيلومتر الآن. طبعا اللي أمامي هناك البعيد هذا جبل الحمد. الآن وصلت إلى دوار عقدة، هذا هو خلفي الآن، ومتجه إن شاء الله إلى وسط حائل إلى قمة جبل السمرة بإذن الله. وصلت الآن صبابة، هذا منزل عارف الهمزاني، وهذا أهلا بكم في حايل، هذا منزل نايل السرور. طبعا هذا مخطط الحرس اللي ينشأ حديثا، هذا طريق عقدة فاضي الآن ما فيه أي سيارات. هذا حي صبابة ما شاء الله تبارك الله، من الحياة الراقية والجميلة في مدينة حايل. وصلت الآن إلى كوبري عقدة ومدخل حايل، الآن قطعت 6 كيلومتر والله الحمد، من مقصورة البنون إلى كوبري عقدة. الآن دخلت من تحت كوبري عقدة الاتجاه، طبعا اللي باقي الآن ما يقارب 8 كيلومتر واصل قمة السمرة. دخلنا الآن إلى داخل هذه شقق الضباب طبعا معروفة. هذه هاي بربندة، هذه جزيرة الطفل، وهذه العجينة الذهبية. والآن متجهين إن شاء الله إلى والله الحمد. وصلت الآن إلى حي وسيطة بمدينة حايل، طبعا هذا شارع حي وسيطة، بس أنا وقفت عند البرادة هذه أغسل وريح شوي. كانت الرحلة والله الحمد ما فيها أي تعب أو ضغوطات أو تأثير أو أي شيء والله الحمد، سارت كما أريد والله الحمد. فلله الحمد تعب السنوات الماضية وخبرتي بالسنوات الماضية بالرحلات والسير على أقدام تكللت بالنجاح أن أسير في شهر رمضان المبارك. فزينة الرحلة هذه انها في شهر رمضان وانا صايم وامشي 13 كيلو من مقصورة الجنون حتى قمة جبل السمرة، هذا هو التحدي.
الآن والله الحمد وصلت سوق البويتيين وسط حايل، باصل القشرة. لا القشرة بالاتجاه هذا بآصله، طبعا جبل السمرة أمامي الآن. قطعت الآن ما يقارب 9 كيلو متر، وتبقى إن شاء الله 4 كيلو وصل إلى قمة هذا الجبل الذي أمامي إن شاء الله. والله الحمد وصلت الآن إلى قصر القشرة التاريخي. بنعطيكم نبذة عن هذا القصر إن شاء الله الآن. هذا قصر القشرة الآن خلفي. نبي نصل البوابة الجنوبية الآن، نعطيكم فكرة عن القصر وتاريخه بإذن الله. القشرة أمر جلالة المغفور له الملك عبد العزيز عام 1360 1940 ببناء القشرة كثكنة عسكرية. استمر بناء القشرة مدة عام ونصف، ثم 3 مراحل إضافات تمثلت في بناء مسجد عام 1362. بناء القشرة بناء من اللبن والحجر على الطراز المعماري النجدي. طبعا يوجد القشرة مدخلان، الأول يقع منتصف الواجهة الشرقية، والآخر وهو المستخدم حاليا يقع منتصف الواجهة الجنوبية، يزين جوانب ممرها. نبذة مختصرة عن مبنى القشرة وما يحويه هذا المبنى الجميل والقصر الجميل المميز التاريخي. طبعا الرحلة هذه بدعم الرجل أعمال محسن طارق ميزاني، وهي تحمل اسم أميرنا في قلوبنا وجه السعد الأمير عبد العزيز بن سعد حفظه. طبعا انتقلت من قصر القشرة إلى قلعة عارف، هذه قلعة عارف أمامي الآن، وتتوسط في قلب مدينة حائل. طبعا هذه قلعة عارف بارتفاع شاهق، ولها طلالة جميلة على منطقة حائل من جميع الاتجاهات. تبقى الآن ما يقارب كيلو وصل إلى قمة جبل السمرة، وهذه أمامي والله الحمد. هذه هي النهاية في أعلى هذه القمة. هذه الرحلة متعبة وشاقة جدا، لأني صايم وبوقت نهار، وانطلقت 1:30 بالظهر وقت الحر، لكن الحمد لله شوفوا باقي كيلو وصل إلى قمة السمرة. هذا الجبل خلف. دائما الرحلات متعبة وشاقة، ولكن بالصبر والتعود على الرحلات نهايتها تكون جميلة وشيقة والله الحمد. هذه جبال السمرة، وهذه منتزه السمرة، وهذه قمة جبل السمرة هنا، هذه اللي بصل فوق هنا إن شاء الله. الرحلة والله الحمد مشت على خطة وعلى مسارات وعلى نقاط توقف، والحمد لله والشكر تكللت بالنجاح، وهنا أصل. طبعاً أمامي الصعود من هنا مع المسار هذا حتى المسار الثاني، الوصول إلى القمة فوق هنا. باقي ما يقارب 300 متر إن شاء الله، وادخل إلى داخل منتزه السمرة. والله الحمد وصلت الآن للصعود إلى قمة جبل السمرة. والله الحمد هذه حديقة السمرة. المرحلة الصعبة والقوية والمتعبة والشاقة هي طلعة هذا الجبل إلى الأعلى، هي رايحة تواجهنا إن شاء الله. وصلت الآن إلى قمة جبل السمرة، وهذه حائل من أعلى القمة. طبعا وصلت خط النهاية الآن، وانتهت الرحلة والله الحمد الوصول. الحمد لله وصلت إلى قمة جبل السمرة والله الحمد، وتكللت الرحلة بالنجاح والله الحمد. شكرا لك. وصلنا قمة جبل السمرة، وهذا رجل أعمال محسن طاري تكفل بوضع فطور صائم، جزاه الله الخير. إحنا الآن بعد منظر مدينة حائل من فوق، هذا منتزه السمرة الآن. على ما
السياحة منطقة حائل لاحتواء الشباب ودعمها في السياحة ودعم الشباب.